بحالك قوي هي الضربه ديك الضربه الاولى ضربه شوف حد عقبه وهي تشعل فيها العافيه وبقى هبط حتى لتحت صافي الطوموبيل فاش علاش فيها العافيه اخرج هو من الباركين لا لا انا شنو واحد الدري اللي يهضر معك دابا اللي قاعد في الباركين صافي هو يخرج شفتو الجو تاع من تما لا لا واخا يسمك دي تشوف انا انت شوف كان المنظر صعيب المنظر صعيب ما تجيش تشوف ما تعرفوش على الجو تاع واش باقي صغير ولا كبير راه عندي شي 26 بحال هكا مكبر مش منين البلاكا هنايا راه لقاو البلاكا ديال لقاو البلاكا ديال الطوموبيل لقاو واحد البوليسي باركين هنا يا خي تيجيو الناس ما خصناش يقول لك حتى حط جاب الشانطي باش يدخل لهنايا شي يدخل شي يريح جي اللي جاب البحر شي بغى يتفوت يقول لك شي منعوهم بداو يبغوا شي يريحوا تما باش يجي درجه الصباح بكري ما كان حتى شي واحد اخي ما شافو حتى شي واحد الصباح بكري كان واحد السياده لتحت هما اللي شافوا المنظر كيفاش وقع هذوك السياده شنو كيعاودوا الناس وشوفوا هما كانوا سايين جابت الطوموبيل هابطه مع الجزر ملي هابطت ضربت هو الزر شعلت فيها العافيه السيد كان داخل فيها كان داخل فيها جاو يعتقوا لقاو مول امن داب يعني الانسان اللي كان جو حتى كانت كان جو حتى مزيانه مات مشات تحرق لا رماد دابا لا باقي لا عرفوا الماتريك ديال الطوموبيل دابا غادي يعرفوه منين هو لا هو لا كان الطوموبيل ديالو هو هو الطوموبيل الطوموبيل شاف العافيه في الوسط ديال الجرف